مع مطلع العام الدراسي الجديد يجد كثير من أرباب الأسر صعوبة بالغة أمام أولادهم في توفير الحقيبة المدرسية نظرا لارتفاع الأسعار، فهنا مبادرة خيرية من قبل مؤسستي وادي العين للتنمية وروح الصحية بتنظيم بازار لبيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بأسعار الأسواق المحلية. الدافع لهذه الفكرة أولا تحسين سبل العيش لأسر ذوات الدخل المحدود وتشجيعهن والانطلاق بهذا المنتج، فهن يملكن المهارة في صنع الحقيبة، لكن في التسويق وغيرها فنحن في مؤسسة وادي العين نساعد في هذا الجانب لتشجيع الإنتاج المحلي وأيضا لدعم الجانب التعليمي في ظل الظرف المعيشي الصعب، لأن هناك أرباب أسر كثير يثقلهم كاف مع الأيتام والمعاقين وغيرهم. أكثر من 5000 حقيبة مدرسية احتواها هذا البازار والتي تم صناعتها محليا عبر مشاريع دعم الأسر المنتجة وتحسين سبل العيش ودعم التعليم، حيث أن هذه المشاريع تساهم في تشجيع الإنتاج المحلي وتساعد الأسر على تلبية احتياجاتهم ولو الشيء البسيط للحصول على فرص عمل للوصول إلى مرحلة الاكتفاء. مكونات الحقيبة معانا باكج من دفاتر منوعة وأقلام ومساط والأشياء القرطاسية كاملة، السعر حقه 1000 ريال يمني. الأسعار الموجودة في السوق مرتفعة جدا ولا يقدروا عليها الناس، وهذا أتى المشروع لأنه جينا قياس أثر للناس أنهم كثير يبغوا يسحبوا أولادهم من المدارس بسبب هذا الموضوع. إقبال كثير من الأسر على مثل هذه المعارض التي تساهم في توفير احتياجات أبنائهم من الحقيبة المدرسية، إضافة إلى تشجيع أولياء الأمور بالدفع بأولادهم نحو العملية التعليمية في ظل كثير من المغريات التي تدفع بهؤلاء الطلاب بعدم الاهتمام بتعليمهم وتسعى دوما لتجهيلهم لتمرير كثير من المشاريع التدميرية من خلالهم. كان المشروع يعني يساعدنا انه نكمل يكملون دراستهم في احسن حال، وكمان انه المشروع هذا يعني احسه يساعد كثير ناس، بخصوص انه بعضهم ما يقدر يشتروا المستلزمات المدرسيه كامله، وبعضهم ياخذوا حق السنوات الماضيه او ياخذوا حتى حق ناس ثانيه. فالمرحلة الحالية رغم مشكلاتها وصعوبة حالاتها المعيشية تتطلب من المؤسسات ورجال المال والأعمال الوقوف إلى جانب الأسر الفقيرة والمعدمة، فكثير حرمهم الفقر والفاقة من الالتحاق بمقاعد الدراسة ومواصلة تعليمهم، وهم يحملون طموحا ينعكس نفعه على المجتمع. فهمي برمادة، قناة سهيل، سيئون.